لكن القرار مش بايدينا عزيزي المشاغب، القرار في ايدين الكوزينه. اكتر من 50 دوله عزيزي المشاغب ومش عارفين نعمل حاجه. الفرشيطه في الكوزينه ليها جيم عنكم، وكركر مرمر وخلي ولي صديق لمجلس الامن اللي عاملاها ماما امريكا اللي هي ماما اسرائيل اللي هي الكيان الصوص، وتقولها بليز ستوب ذا وار. انت بتطلب مين يفتح الحدود؟ هي حدودك انت، افتحها انت. طب قول لهم يبطلوا ضرب الاول وبعدين قول لهم حل الدولتين، هم عاوزين يبطلوا ضرب. بسم الله والحمد لله. اما بعد اعزائي المشاغبين الكوزينين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه مش حنينه من الكوزينه الحنينه. احنا حلوين بس الاخبار مش حلوه، عامل لك ايه يا ليمبي؟ الاخبار هي اللي مش حلوه. حلقتنا النهارده عن القمه العربيه الاسلاميه الثانيه خلال الحرب على غزه. النسخه الاولى من القمه دي كانت في الرياض برضو في نوفمبر برضو السنه اللي فاتت سنه 23، وكانوا بيناقشوا فيها الحرب على غزه. السنه دي النسخه الثانيه في الرياض برضو وفي نوفمبر برضو بس 24 بيناقشوا فيها الحرب على لبنان وعلى غزه. ربنا يسترها السنه الجايه في نوفمبر برضو ما يعملوش قمه ثالثه ويناقشوا فيها الحرب على لبنان وغزه ودوله ثالثه. طب هما عاملين القمه دي ليه يا كوزين؟ بيقول لك يا عزيزي المشاغب بيبحثوا فيها سبل وقف العدوان على لبنان وغزه، رغم ان احنا ولله الحمد يعني عندنا المقومات اللي نوقف فيها الحرب في 3 ثواني، لكن القرار مش بايدينا عزيزي المشاغب، القرار في ايدين الكوزينه. القمه الاولى عزيزي المشاغب اللي كانت في الرياض نوفمبر 23 زي القمه الثانيه اللي في الرياض برضو نوفمبر 24، وفي كلا القمتين حضر اكثر من 50 رئيس ووزير وسفير عن دول عربيه واسلاميه، اكثر من 50 دوله عزيزي المشاغب ومش عارفين نعمل حاجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال انتم يومئذ كثير لكن مالكمش لازمه. الفرشيطه في الكوزينه ليها جيم عنكم. طبعا عزيزي المشاغب الظروف المره دي اخطر، لانه بدل ما هي حرب على دوله واحده دلوقتي حرب على دولتين. المصيبه الاكبر انه المجتمعين يعتبروا من ضمن المحاصرين للدولتين اللي تحت الحرب، لانه من الاخر المجتمعين دول هم دول الجوار بالنسبه للدول اللي بتحارب. فمن غير ما يطلبوا من ماما امريكا او من مجلس الامن او الامم الملتحيه هم يقدروا يفتحوا الحدود ويساعدوا اخواتهم. لكن وليه عزيزي المشاغب ما نقعد ونفتح الفنادق وكركر مرمر وخلي ولي صديق؟ اهم الحضور في الناس دول حاضر وزير الخارجيه الجزائري، واللي دايما بياخد القرارات بتاعه القمه دي والقمم المشابهه ويجري بيها في اروقه الامم المتحده ومجلس الامن، اللي للاسف عزيزي المشاغب احنا الكل عارفين انه اللي عاملاه ماما امريكا. فتخيل انت بتروح تقول لمجلس الامن اللي عاملاه ماما امريكا اللي هي ماما اسرائيل اللي هي الكيان الصوص، وتقولها بليز ستوب ذا وار، فهتقدر تقول ام الهبل وام البلاها، مفيش اهبل من كده. المهم وعلى الرغم من الهبل المحيط، لكن الجزائر مش بتسكت، كل شويه بتاخد القضيه وتجري بيها على مجلس الامن وتطلب عقد جلسات استثنائيه وتناقش القضيه الفلسطينيه من اي جهه ما، مره وقف اطلاق النار، مره ان احنا ندخل اكل، مره ان احنا ندخل علاج، مره ان احنا نعمل اي حاجه. المهم ان الجزائر ما بتسكتش، وكالعاده هم المره دي مجتمعين علشان يطلبوا وقف اطلاق النار اللي هم زي ما قلت لك يقدروا يعملوه في 3 ثواني، فتح الحدود اللي هم برضو يقدروا اصل هم اللي معاهم الحدود، يعني الحدود بين الدول اللي بتحارب وبين المجتمعين. فقلت انت بتطلب مين يفتح الحدود؟ هي حدودك انت، افتحها انت. واخر حاجه واهم حاجه حل الدولتين. طب قول لهم يبطلوا ضرب الاول وبعدين قول لهم حل الدولتين، هم عاوزين يبطلوا ضرب. اكتر ناس فاهمين اللعبه دي هم الاخوه الجزائريين اللي من بدايه الدنيا وهم بيرفضوا التطبيع، وحتى رافضين وجود دول مطبعه في جوارهم، وهم برضو من اكثر الدول الرافضه لاتفاقيات ابراهام. في نهايه الفيديو نسال الله العلي القدير ان ينصر اخواننا المجاهدين المرابطين في غزه وفي لبنان، وينصر اي حد بيساعدهم، وينجينا وينجيهم وينجيكم منها على خير. والى هنا عزيزي المشاغب الجميل تبقى خلصت حلقتنا الجميله النهارده في القمه العربيه الاسلاميه في الرياض نوفمبر 24. نسال الله العلي القدير القمه الجايه تبقى وقفه الحرب، ما انضمتش دوله جديده للحرب. لو وصلت معانا لحد هنا لايك في الفيديو، اشتركوا في القناه وتابعونا، يمكن نجيب لندتين ولا اي حاجه نحطها هنا ننور الكوزينه شويه. سلام عليكم.